ودي كانت اخر فرصه ليك عشان تثبت. لو ما ثبتتش المره دي يو ويل تيك اوف، هتسيب البنك. نعم، مش معنى في البنك. طبعا عشان عمرو ابوه شريك في البنك وصاحب مدير البنك، ما هيمشي الكرسي. لا مش عشان الكرسي يا صالح، عشان الهباب اللي انت هببته في البنك النهارده، ده غير العميل اللي انت ضربته من اسبوعين. ما هو اللي مد ايده الاول. بلاها الخناقه يا سيدي، اعتبر عشان خاطر الاجازات اللي انت بتاخدها على حس خالك اللي مات. خالي انت مالكش خلان اصلا يا صالح. اسكت بقى اسكت بقى، ما عندوش اصلا. انت مالك انت يا ابني؟ اكذب يا غبي. انت ايه الشرف اللي عليك ده يا اخويا؟ قول الحقيقه، ما عندكش. وانت مالك انت؟ بس في ايه؟ انت تتخانق قدامي؟ احترم نفسك انت وهو. احترم نفسي؟ جرى يا سامي مالك بتتكلم عيني انت كمان؟ سامي؟ سامي. امال ساميه؟ انا هسكت له. شوف يا صالح، مش معنى ان احنا كنا زمان مع بعض في الجامعه ان انا هسمح لك تتكلم معايا بالطريقه دي. انا هنا اسمي الاستاذ سامي، مدير الاداره اللي انتوا شغالين فيها هنا. ما جيتش تعينت هنا بالفهلوه ولا بالواسطه، عشان كده انا هعتبر اللي انت قلته ده زاله لسان وهفوتها المره دي. لكن لو اتكررت تاني قسما عظما ساتخذ ضدك كل الاجراءات الرسميه وهزعلك. هزعلك يا صالح. يلا كله على مكتبه. صباح الفل يا شباب. اتنين مشبرين ازقروا عناية. احلى اتنين مشبرين لاحلى شباب. اتفضلوا اتفضلوا كده، حسابكم 200 جنيه. ها زيرو ما بينساش. صباح الفل يا رجاله. جبين هنا يا زيرو. عناية احلى جبين لاحلى شباب. اتفضلوا مولعهم. نبقى كابتن الله يخليك، مش عايز تبات على الارض. ها احترموا المكان. ها جبات مرلوله، جبات مرلوله. ممكن شوكولاته يا عمو زيرو؟ شوكولاته وعم زيرو؟ انت فاكر يا ابن نفسك جاي سايبر بجد؟ قوم يا انت طالما النضارات ده من هنا امشي اتكلوا على الله. روحوا ذاكركم كلمتين ولا روحوا اعملوا اي حاجه. يلا انت قوم من هنا. استنى قاعد انت. خد ابن سايب باطه صح؟ اقعد انا شايف فيك مشروع شابح. اقعد اقعد العب وببلاش كمان. جبات مرلوله، جبات مرلوله. زيرو ابو صالح حبيب قلبي معايا حاجه حلوه قوي قوي. الله يخرب بيتك انت مش قايل لك ورق شويه وخف؟ هتروح فيها لوحدك. بروح فيها لوحدي ليه يا اخويا؟ انت فاكر ال 3000 جنيه اللي بتاخدهم كل اول شهر دول من السايبر بس؟ لا اصحى فوق. ده انت هتفيحني ولا ايه؟ كده وريني كده. برشام انت مش قايل انك بطلت برشام؟ بطلت تعاطي، لكن انا دلوقتي اتجار بتاع ده. حلو قوي. وايه اللي حلو قوي؟ واحد يدينا في ده. الله يخرب بيتك. بقول لك ايه، خف رجل شويه وعامله زمانه جاي، ولو جه هيتجنن علينا. يلا يابا انت هو من هنا يا ابني. يلا يابا اخويا هنفتحها يا ده. يلا يابا سلم لي على سايب باطو. ها وقول له يغسل باطو. حاضر. يا سلام. ايه رايك يا روايح الزمن الجميل هفهفي وخدينا للماضي وسحره الخفي؟ اسمها ايه اللي صفى دي؟ شركه الكهرباء. وانا اقول فولتها لي عالي. ايه يا جماعه؟ طبعا الفول. طبعا الساعه لسه 10 يا جماعه، انتوا قافلين بدري ليه؟ على فكره احنا كده بنخسر. ينفع الكلام ده؟ ينفع. تعالى بقى اقعد جنبينا، ما بنخسرش ولا حاجه. بعدين انا قايل مليون مره يبقى في باسكت جنب كل كنبه. ارحم ارحم. ايه الاهمال ده؟ اوعى اوعى. احنا عملنا كام النهارده؟ 70 جنيه اهو بنخسر. ما هو لما كل يوم نعمل لنا 60 و70 جنيه يعني ما بنحصلش في الشهر 2000 جنيه يبقى بنخسر يا صالح. اهدى اهدى بس، امسك امسك استضح. ما تبقاش كلام فارغ بقى. يا جماعه احنا عاملين السايبر ده علشان نجيب فلوس. انا كده اقسم بالله ما هجيب حتى ثمن الاجهزه اللي انا دافعها. ايه ده عمور، ايه ده؟ فلوسك هترجع لك وزياده ان شاء الله. زي ال 50,000 جنيه اللي قلت لي هتشغلهم لي في البورصه بقالك سنتين وبرضه بتقول لي هترجعهم لي. ده يا عموره ايه بقت كده؟ فلوسي وفلوسك؟ هنصب عليك انا ولا ايه؟ صالح مش فكره كده يا صالح. انا ابويا كل يوم بيمرمط بكرامه الارض عشان الفلوس دي. بعدين يا معلم احنا من ساعه ما اتخرجنا بنعمل مشاريع وبنخسر فلوس. طب اعمل ايه؟ مش بجرب؟ يمكن حاجه تنفق معانا ونقب على وش الدنيا وتستقل بقى عن ابوك. فكك بقى من حواراتك دي، خلينا نلعب ماتشنا على رواقه. حواراتي انا برضه. اقول لك العب. ادي الدرع لعمك عمرو، خليه يلعب. يلا يا حماد العب. بس يلا يلا هتلعب. عم زيرو حبيب قلبي، ايه انبسطت؟ اوعى تقول لي الدرع كانت معلقه. صباح الفل يا صباحك ابيض. الماتش خلص كام كام؟ بيت
تنسيش تجيبي احلام وهند وكماليا عشان عندنا بكره بطوله. ايه ده؟ ما تركزش. هو ده بجد؟ اللي حصل ده بجد؟ ولا مين دول وكانوا بيعملوا ايه جوه؟ كانوا بيلعبوا ماتش. وانا ساذج يالا، ماتش ايه اللي اتدفع فيه الفلوس دي كلها؟ اصلهم كانوا بيلعبوا مالطي. صباح صباح الفل. ايه اللي وصلنا للمرحلة دي بس يا صباح؟ ايه اللي وصلنا للمرحلة دي بس؟ تلعب ايه؟ الارسنال. اتفضل. ايوه يا استاذ سامي، خير؟ اقول ان انت كنت عاوزنا. لا ابدا مفيش، كان في فيديو بس لسه جاي لي مش عاوز اتفرج عليه لوحدي، فقلت اتفرج عليه معاكم. يا ابن اللعيبه هنا؟ ايوه هنا وفي اي حته، انا ما يهمنيش. انت يا انت مش بطلت الافلام دي من زمان؟ مش الافلام دي، ده فيديو صغير كده بعتهولي بتاع الامن، عاوز اتفرج عليه معاكم. ماشي يلا. شوف يلا بينا. ايه رايك كده؟ ايه ده مين دول؟ والله انا ده انا كنت هربط رباط الجزم. بص بص تعالى. ايه بقى ده؟ كنت هربط الفرد التانية. طب وكده؟ لا كده بيتفس الكاوتش، هو مفيش كلام يتقال، ما هما فردتين جزمه. استاذ سامي انا هشرح لك كل حاجه. لا لا ما تشرحش، ما تبررش حاجه. زي ما انت شايف يعني انا بضحك واخد الموضوع هزار يعني. ايوه هو هزار اصلا. ايوه انا خدت بالي. انت عارف انا امبارح مروح الساعه 11 بالليل. انا بقى ما غيرت الاربع فرق واشيل في دي وادي في دي. مش كلها فرعانة زي الاول. انت مرفوض يا صالح. تضحك عليا يا عم. مرفوض؟ طب انا اترفضت لوحدي ليه؟ الواد ده ما اترفضش معايا ليه؟ لا عملت له لفت نظر. يعني هو لفت نظر وانا اترفض؟ فير على فكره، انا ما فسدتش عجل، يعني انا كنت واقف جنبك بس. استنى انا ما بهزرش. سامي اسمي الاستاذ سامي. اتفضل روح اعمل اخلاء صرف وسلمه للاداره، بعد كده عدي على الحسابات خد بقيه مستحقاتك، ده لو لسه ليك مستحقات، لاني خصمت ثمن الكاوتش. يعني انا بجد اترفضت كده فعلا؟ ايوه. طب انا اسف. تتاسف على ايه ولا ايه؟ انا ترفضني انا يا حيوان؟ انا ترفضني ايه ابن الكلب؟ اقفل الباب يا ابني، اقفل الباب. يا صابونة يا وسخ، انت سيبني بسميك ايه في الجامعة؟ يا صابونة يا وسخ. انا هطلع بقى الاستاذ نزيه واقول له على انت كنت بتعمله على افلام السكس اللي طلع على السيستم. وقعت فيها الواد ده بتاع ايه دي؟ فاكر؟ فاكر؟ نزيه بيه؟ نزيه بيه؟ استناه استناني هاي وحسين استناه. انا اترفد؟ صابونه يرفدني؟ ماشي ماشي صابونه. الموضوع لا انا مش ههدى ابدا، وعمري ما هتراجع عن القرار اللي احنا اخدناه، استحاله. انا جاني فيه شكاوى كتير قوي، انا سمعت مره انه حاول يتحرش بمدام رشا. ايوه مظبوط فعلا يا فندم. يا ريت تكلمها كده وتسال عنها، لانها هي بقى لها مده ما بتجيش البنك. كلمها كده وقول لها اي حاجه. طب ممكن تديني خمس دقائق جد؟
خلاص ارفده. ما انا رفدته كده كده. انا عايز اتكلم معاك بخصوص ملف السكيورتي سيستم. يا سيدي اتفضل. بص يا فندم، نظام السكيورتي الجديد الناس اللي هتركبه محتاجين 9 أيام عمل ابتداء من بكره، وبعد كده يحتاجوا يوم كمان عشان يجربوا فيه الاجهزه الجديده. المشكله بقى يا فندم ان اليوم اللي هيجربوا فيه الاجهزه الجديده دي السيستم فيها هيقع عندنا كله لمده 2 ساعة. وايه المشكله؟ لا طبعا مشكله يا فندم، بقولك السيستم هيقع، يعني مفيش نظام امن، يعني لا في كاميرات مراقبه ولا اجهزه انذار، حتى الجهاز المتوصل بالاسم كل ده مش هيشتغل. عشان كده انا بقترح ان احنا نبلغ الاسم باللي هيحصل بحيث ان هم يبعثوا لنا قوات تامن البنك. ونبلغ الاسم ليه؟ احنا مش عايزين فضايح ولا جرصه ولا شوشره، دول 2 ساعة يعني محدش هيحس بحاجه. ايوه يا فندم 2 ساعة، ودول مش قليلين، كمان الخزنه يوميها هيبقى فيها 15 مليون جنيه، وده مبلغ كبير ما نقدرش نتحمل مسؤوليته لا انا ولا انت. اسمع، احنا نسلم الفرع الرئيسي للبنك مفاتيح الخزنه يوم تشغيل النظام الجديد عشان نامن نفسنا. اللي تشوفه يا فندم. هو ده هيحصل امتى؟ الخميس 24. الخميس 24، اعتقد ده تاريخ ميلاد مدام رشا، اتاكد من الداتا واقول لك. بسم الله يا فندم. بسم الله، الله اكبر. هذه ايدك يا مرة، هذه ايدك يا فندم. ولما صرنا 10 سنين ولكم وكرمال عيونكم كبرنا الجائزه وضعفنا وصارت $2 مليون. انت بتعمل على الموبايل ايه يا ولد؟ انا ببعت للاغا. اغا؟ انت بتعرف اغواتها يا ولد؟ مصطفى الاغا ما بتاع بطوله الحلم. يا ابني بطل الهبل اللي انت فيه، مضيع فلوسك على المراجيح وشويه على المشاريع الفارغه وشويه على المسابقات اللي لا بتكسب ولا بتربح، وفاكر نفسك فهلاوي. يا ابني انت اهبل وريالتك تملطش. هو جلب موزوس في منه في الثلاجه ولا خلص؟ والنبي ما في الثلاجه الا دمك يا بعيد. انا نفسي كده تاخد بالك من شغلك وتركز وتسيبك من الهبل ده كله، شغلك اللي هيعيشك. لا شغل ايه بقى ماما؟ عم انا مش رايح البنك تاني. يا لهوي يا خدتي فمك يا رجاء، يا دي الشيلة ويا دي الحطة، رحنا على جمل وجينا على بطة. واحدة واحدة بس يا حاجة، بطة ايه وجمل ايه؟ انا اشتغلت انترنت بانكينج. نعم يا روح امك، وده يطلع ايه ده؟ يعني هو هشتغل من البيت يعني عن طريق الانترنت، عن طريق بقى الموبايل واللابتوب وكده يعني. وعلى كده هيدوك فلوس؟ لا كروت شحن، اكيد يوم ما هيديني فلوس مش شغل يا حبيبتي. انا اول مره اسمع ان في واحد يقعد في البيت زي النطة ويلعب على الموبايل ويقبضوا فلوس. الدنيا اتغيرت دلوقتي يا ماما، يعني دلوقتي شغال على النت وان شاء الله مرتبي هينزل اول كل شهر على الراوتر. الميزه بقى يا ماما في الانترنت ده ان انا هاخد مكافاه في عيد راس السنه الماليه. لا مدام راس السنه الماليه يبقى ربنا يجعلها هابي نيو يير عليك. يا صالح يا صالح، ما تقوم تفتح عشان تكمل شله المعاتيه. بالراحه، بيوت الناس ليها حرمه. طب خلي بقى اللي خايف على حرمته تترمل يكلمني ولا نص كلمه. يا صالح في ايه؟ خير؟ جايبني على ملا وشنا. ايه ده بس عشان موجوده؟ ايه ما جوه؟ هي حضرتك تخش يا عم؟ في ايه؟ خش. السلام عليكم. زي حضرتك يا طنط، اخبار حضرتك ايه؟ ما شاء الله وشك منور بدر. قمر يا طنط. الا قول لي، هو ابوك لسه حرامي بياكل مال الغلابه ياض؟ حضرتك ليه يا طنط كل ما بتشوفيني بتقولي لي الكلام ده؟ ما اصل اللي عنده فلوس قد كده يبقى يا حرامي يا جاسوس. انت ابوك جاسوس ولا؟ ميرسي يا طنط، كتر خيرك، تسلمي. يلا يلا بينا خش خش خش. يلا نخش. ايه بس ثواني بس، صندوق طبيخ الحاجه. ده انا جعان قوي والله. يا نهار اسود، انت بترمي السيجاره في الارض؟ عايز تولعلي الشقه؟ انت فاكرها الزريبه اللي انت عايش فيها؟ جرايه يا ام صالح. انت ايه ام صالح دي؟ هو انا الخدامه اللي بتنضف لكم البيت؟ ليه؟ ماليش اسم تناديهولي. جرايه يا صالح، انا ساكت عشان خاطرك انت. لو النبي ما تسكتش، خش عليا. عايز تضربني؟ جرايه يا ام صالح في ايه؟ ما تضرب انت. خلاص تضربني ليه؟ يا صالح صل على النبي يا صالح. انا ساكت عشان خاطرك انت. خلاص يا حاجه، صل على النبي بس معلش. ضيف برضه. وطي. لا هنضرب بالقلم. اوطي. لا ابو وطي، هات السيجاره. حاضر حاضر. ايه انت بتدهاني؟ روح ارميها في الزباله. روح ارمي ارميها في الزباله. خلاص 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 معلش يا صالح. خلاص بقى معلش. خش خش. اجري على الاوضه، اجري على الاوضه. يلا انت اتجننت يا صالح؟ عايز تسرق البنك؟ يا ابن اللعيبه يا فاجر، انا معاك يا نجم في المصلحه دي. مصلحة ايه يا متخلف؟ يا عم المصلحة دي طلع لنا بالميت 60,000 جنيه. 60,000 جنيه يا زيرو؟ واحنا رايحين نسرق ابو حيدر بتاع الشاورما؟ يا عم سيبنا احلم.
البنك يومها هيبقى فيه 15 مليون جنيه. يا نهار اسود ومنيل، 15 مليون جنيه؟ لا ده احنا نعمل نمره ونغب على البنك واحنا كافلين بيها. انتوا كافلين بيها، انا مش هعمل كده. صالح انت عايز تسرق؟ عايز تبقى حرامي؟ انا ما قلتش سرقه، قلت هنستلف. عمليه استلاف. يعني انت عايز تقنعني ان احنا هنرجع الفلوس دي للبنك تاني؟ لا طبعا يا عمرو، احنا حراميه يا حبيبي. احنا هنستلف ال 15 مليون، هناخد منهم 10 ونقسمهم علينا كالاتي. انا 4 مليون